أعزائي طلبة وطلبات الصف السنة الإعدادي مناهج إنجلش أند مايند 3، معكم سلامات فوزي. النهاردة معدنا مور ريفيجن، المراجعة بتاعتنا على السكند ترم، الترم التاني، واللي هنحل فيها طبعا بعض الإجزامز الامتحانات اللي موجودة معانا على إيه المنهج. أول حاجة طبعا هنبدأ بيها هي موديل إكزام نمبر 1. أول حاجة في الامتحان هو طبعا السؤال الأول supply the missing parts in the following dialogue. أول حاجة تعال نشوف مع بعضنا كده بين بيت and مايك، بيقول له you look very happy today don't you. راح سأل سؤال، راح رد عليه طبعا قال له I have passed my driving test، يعني هو إيه نجح في اختبار القيادة. قال له حاجة، قال له are you going to have a car، يعني هل انت يبقى هتشتري عربية؟ راح قال له yes my father is going to lend me 5000 euros. قال له what are you going to، هتشتري ايه او هتعمل ايه يعني؟ قال له I'm going to buy a second hand car، يعني طبعا هيشتري عربية مستعملة. قال له I don't think، اعتقد كذا او لا اعتقد كذا. قال له why، ليه؟ قال له second hand cars often كذا. راح قال له no I don't think it will break down I'll keep it in a good shape. يبقى أول حاجة طبعا هنا قالها له، قال له هنا you look very happy today، يعني أنت مبسوط النهاردة don't you. طبعا هنا لما قال له don't you هيقول له yes I do، yes I do، يعني إيه؟ عشان هو طبعا سأل بإيه؟ ب don't you. بهنا طبعا هيقول له yes I do. ولما قال له هنا طبعا I have passed my driving test، هيرد عليه هنا يقول له طبعا congratulations، مبروك، congratulations. يعني ايه مبروك؟ وراح قال له are you going to have a car، هتشتري عربية يعني أو هتجيب عربية؟ قال له yes my father is going to lend me 5000 euros. قال له what are you going to، هتشتري ايه؟ اوكي يبقى what are you going to ايه buy. قال له I'm going to buy a second hand car. قال له I didn't think، يعني I don't think يعني أنا لا أعتقد ايه. اوكي ممكن نقول هنا طبعا second cars second hand cars are good، are good يعني كويسين، يعني مش حاجة حلوة يعني. قال له why، ليه؟ قال له second hand cars often، طبعا ايه راح في الإجابة بتاعت هنا قال له no I don't think it will break down. وطبعا هنا الإجابة هنا ايه often break down، break ايه داون يعني بيعطله يعني يس. فرد عليه قال له لا اعتقد ذلك it will break down، يعني ما اعتقدش ان هي هتتعطل. I'll keep it in good shape، يعني احتفظ بيها في شكل كويس او يعني احافظ عليها. ده طبعا اول سؤال كان في الاكزام عن اللي هو ايه الديالوج. السؤال بعد كده طبعا اللي تشوز بيقول له هنا ايه I don't really feel like out tonight. خد بالك ان هنا في اللايت بيجي بعدها فيرب بلس ان جي فاول جوينج، يبقى ما عندوش رغبه ان هو يطلع بره الليله، فطبعا هيقول ايه في اللايك جوينج. نمبر 2 هنا بيقول له وي وودنت بي لوست اف وي اماب وذ اس، طبعا دي قاعده اف الحاله الثانيه، يبقى هنا طبعا هتاخد توك، يبقى هنا نقول ايه هنا اف وي توك اماب وذ اس. في كويستشن نمبر 3 بيقول له although the night club I don't want to go there again، بالرغم ان هو طبعا حب النايت كلاب اوكي لكن هو مش هيروح مكان، مش هيروح هناك تاني، يبقى نقول هنا بقى although I like it، although I like it. في نمبر 4 بيقول there have been 8000 people at the game it was so crowded. yes طبعا هنا بيقول ان في كان في طبعا حوالي اكتر من 80000 شخص في اللعبة، عشان كده هي كانت ايه crowded، يبقى طبعا هنا تستخدم ايه must، تستخدم ايه must. في نمبر 5 I to eat vegetables but now I eat a lot،
طبعا هنا ما كانش معتاد ان هو ياكل ايه الخضروات، لكن دلوقتي بياكلها ايه كتير، يبقى هنا didn't use، sorry didn't use، اللي هي من غير الدي ناخد بالنا منها didn't use to. في number 6 بيقول there is a I can't come to your party but I'm not sure yet، يعني هنا طبعا ان هو ممكن يجي طبعا او يروح ايه، او مش هيروح طبعا الحفلة لكن هو مش متأكد، لكن هو ايه مش متأكد، يبقى انا ناخد ايه possibility، بس ايه possibility، يبقى there is a possibility يعني في فرصة يعني او امكانية. في نمبر 7 بيقول له I hate rainy Monday morning they really me down، طبعا هنا تاخد ايه get me down، get me down هنا يعني يحبطني يعني. في نمبر 8 بيقول له I have got a problem and I want to it over with you، يعني عايز ايه يحلها معاك، يبقى هنا ايه او يتكلم فيها معاك، يبقى talk it over، talk it ايه over. في نمبر 9 بيقول لي she's good on her left arm which is something I don't like، يعني في على دراعها الشمال حاجة، ودي من الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، هنا اسمه ايه تاتو، تاتو هنا يعني الرسم اللي بيترسم يعني. في نمبر 10 I was when Pete and Matt called to say they couldn't come to my party، عايز يقول ان هو كان غضبان جدا لما بيت ومات اتصلوا وقالوا ان هما مش جايين ايه للحفلة. هنا طبعا هتاخد ايه furious، furious هنا يعني ايه عصبي او سائر، كان متخاص جدا. بعد كده طبعا سؤالنا اللي بعد كده هو rewrite، نشوف مع بعضينا كده اول سؤال rewrite number one، بيقول لي هنا في number one بيقول لي Ron is spending his next holiday in Florida he was born there، هل استخدم ايه where، استخدم ايه where yes، طبعا هنا عشان استخدم where دي هتربط طبعا الجملة، لان دي طبعا اللي هم ايه ضمائر الموصول، فطبعا هكتب جملتي عادي جدا Ron is spending his next holiday in Florida، ونقول له هنا where he was born، he was a born، وطبعا هنشيل هنا زير مش هينفع نحطها. فنمبر 2 بيقول لي she didn't like children but now she loves them، قال استخدم use to، use a to، طبعا ده قاعدة use to، فهنقول she didn't، وبعد كده احط use to، وقول له يبقى she didn't used to like children، like ايه children yes but now she loves them، لكن دلوقتي طبعا بتعمل ايه بتحبهم. questions بعد كده number 3 بيقول له looks like his uncle، اللي استخدم takes، طبعا ده مصطلح كله على بعضيه multi party verb اسمه takes after، takes ايه after، دي بتساوي هنا looks like، looks like، كل اللي انت هتعمله هنا ان انت هتشيل looks like وتحط مكانها مين takes after، يبقى اقول ايه هنا he، اقول he takes after، واكمل بقى his ايه uncle، يعني هو يشبه ايه uncle خاله عمه يعني. في نمبر 4 بيقول له could you move along a little please، قال استخدم mind، استخدم ايه mind، طبعا ده مصطلح كله على بعض اسمه ايه do you mind، do you mind، ما تنساش ان do you mind بيجي بعدها verb plus ing فتقول moving، يبقى do you mind moving along a little، اوكي واكمل طبعا الحاجة. في نمبر 5 بيقول I look like my mother my brother looks like my father، وهتستخدم هنا however yes، تبقى تقول I look like my mother، تاخد بالك هنا طبعا تيجي حاطط نقطة في الستوب، وبعد كده تبدأ ب however، however لازم يجي أول حاجة كابيتال، تجيب بعدها كوما وتكمل بقى my brother
looks like my father. ده طبعا السؤال بتاع الرايت. بعد كده هنا بعد ما خلص الرايت طبعا هتجي لنا ايه الباسج او الكومبريهنشن، نقرا القطعه بتاعتنا بالظبط كويس كده. وبعد ما نخلص لقيتها هيجي لنا 3 اسئله كده، نحل الكويشنز من القطعه. وبعد كده سؤالين تشوز اهو 4 and 5 كله من القطعة. وبعد كده يجي لنا الباراجراف بيتكلم على traveling abroad، في كلمات هنا عايز تاخدها خدها، مش عايز تاخدها ممكن تضيف من عندك. هتكتب طبعا ايه 7 sentence 7 جمل. وبعد كده النوفل بتاعتنا اهو، yes ودي النوفل بتاعت ديفيد كوبرفيلد، ودي النوفل موجودة طبعا لها فيديو خاص بيها انا شرحته. وبعد كده هنا بيجي لنا البويتري الشعر اهو، ويجي لنا هنا طبعا الاستانزا. غالبا هو طبعا ما بيجيش يقول لك اكمل الاستانزا، طبعا هو بيجيب لك الاستانزا ويقول لك هنا اعمل ايه بارافريز، يعني اشرح الاستانزا. ويجي لك سؤال تاني يقول لك ايه اعمل رايم سكيم، يعني اعمل رايم سكيم بتاع ايه القافية بتاع الاستانزا. او يقول لنا طبعا بيك اوت فيجر اوف سبيتش، يعني طلع مظاهري الجمال. ده بالنسبه لاكزام نمبر 1. تعال نشوف مع بعضنا كده اكزام نمبر 2. نشوف كده بيقول لي ايه اول سؤال، سبلاي ذا ميسنج بارتس ان ذا فولوينج دايلوج. واول حاجه بيقول لي نوها هي منى اي ثينك يو وير كيبينج اوت اوف اني واي ريسنتلي. قالت لها طبعا منى ايه تو بي اونست اي، قالت لها ويز مي، قالت لها طبعا حاجة، قالت لها you think you did anything wrong، قال انت معتقد ان انت ما عملتش حاجة غلط. راحت قالت لها طبعا انه can you، قالت لها of course I can remind you it was when you made fun of my hair، لما قعدت طبعا تلعبي فيه في شعري، يعني هما الاتنين زعلانين من بعض يعني. نو قالت لها no I we were just joking، خالص انا احنا كنا بنضحك مع بعض. يبقى طبعا هنا هتقول لها ايه هنا لما قالت لها هو، قالت لها هي منى I think you were keeping out of my way recently، يعني انت كنت بتبعد عني او بعيدة عني يعني او بتتجنبيني. قالت لها to be honest I، قالت لها ايه I was مثلا I was angry with you، كنت غضبانة منك او زعلانة يعني، او I was upset كنت متضايقة. ده كله طبعا ليه معاني واحدة. راحت ردت عليها طبعا انها قالت لها with me مننا، فطبعا هتقول لها حاجة، قالت لها you think you did anything wrong، انت ايه بتعتقد ان انت ما عملتش حاجة غلط. طب هتقول لها هنا ممكن هنا طبعا تقول لها ايه ليه مثلا why اهو ليه، فهتلاقي you think you did anything wrong، هتلاقي can you، هتلاقي طبعا ممكن حاجة، الحاجة دي موجودة عندك اهي اللي هي ايه remind، remind you انت هتحولها بقى الى remind me. يبقى can you remind me ممكن تذكريني، هتلاقي of course I can remind you it was when you made fun of my hair، قالت لها no I we were just joking. طبعا هنا هتقول لها ايه ما اقصدش يعني، فهتقول لها ممكن هنا no I didn't mean، no I didn't ايه mean ما كنتش اقصد يعني، وقالت لها ان انا كنت بهزر. anyway it's great to have you back، مبسوطة ان انت رجعت مرة اخرى. قالت لها هي I'm happy we can be، ممكن نبقى ايه هنا بقى friends، ممكن نبقى اصحاب مرة اخرى friends اهو. yes questions بعد كده هنا اللي هو التشوز نمبر 1 طبعا في التشوز بيقول له I thought it was your problem but this time it's much worse. طبعا هنا يعني كان حاجة طبعا من عادته يعني ان هي مشكلة عادية بالنسبة له هنا، فهناخد usual but this time it's much worse، لكن المرة دي طبعا بتزداد سوء او اكثر سوء يعني. في نمبر 2 بيقول له it was difficult to such a boring film، يعني صعب جدا ان انت تتحمل فيلم ايه ممل. هنا طبعا ست صروخ خدناها اللي هي ست ايه صروخ.
لسه شارحينها طبعا في اخر فيديو من حاجة بسيطة. فنمبر 3 بيقول لي I like I go for a run every morning. طبعا هنا run يعني جري، بيحب يجري كل الصبح يعني، فاعتقد طبعا هنا اللي هي like jogging، jogging اللي هو ايه التمشي. واخد بالي طبعا ان like بيجي بعدها verb plus ing. فنمبر 4 بيقول لي up your mind do you want an ice cream or not. طبعا هنا عايز اقول له make up، make up your mind يعني قرر بسرعة، يعني قرر او خد قرارك. is a building where criminals live as a punishment. طبعا ده عبارة عن مبنى اللي الناس او المجرمين بيعيشوا او يقضوا العقوبة بتاعتهم، وده اسمه البريزن. بريزن اللي هو ايه السجن. في نمبر 6 بيقول I really take my father we look almost the same. لما اقول we look almost the same هنا معناها ان احنا الاتنين شبه بعض بالظبط، يبقى takes after. takes ايه after، لسه حلينا في الاكزام اللي ورا. فنمبر 7 بيقول لي هي سبيكس فيري جود فرنش، بيتكلم لغه فرنسيه كويس خالص. فعايز اقول هنا يعني هل هو يبقى did he used to live in France. فنمبر 8 بيقول لي هيلين از انجينير اند هير براذر از تيتشر. خد بالك هنا طبعا الوظايف بيجي قدامها ارتكل، فهنا طبعا هناخد مين هنا اون، يبقى ايه از ان انجينير. في نمبر 9 بيقول I to my parents because I think they were always right. الجملة هنا طبعا في الباست، فلازم طبعا ايه هنا تاخد should have listened. should have ايه listened، كان لازم علي ان انا استمع ل my parents والدي. ليه؟ لان هم بعتقد ان هم دايما ايه على صواب. question number 10 بيقول I wonder why that. بعد على طول ما بتحول من دايركت تو اندايركت وبتربط بنفس كلمة الاستفهام في الجملة الاستفهامية، بتفك الأقواس طبعا برضو وتجيب الفعل اوكي، وبعد كده هنا طبعا ايه بتجيب الزمن تحوله من بريزنت لباست. عشان كده طبعا هناخد ايه شي سيد، شي ايه سيد اللي بعد كده طبعا هو السؤال بتاع الرايت. ناخد بالنا اهو أول سؤال هنا بيقول لي في نمبر 1 بيقول I don't receive your letters، يعني أنا طبعا ما استلمتش ايه، مش هستلم الخطاب بتاعك. You surely write a wrong address. قال لي طبعا انت ايه او بتكتب ايه عنوان خاطئ. فطبعا هنا هيقول له ايه بقى، هيقول له I don't receive your letters، ويكتب له هنا الجملة بتاعته هنا، ويقول له هنا بقى you can't، وهكملها write write address، يعني أكيد أنت ما كتبتش طبعا عنواني حقيقي يعني write address. في number 2 بيقول لي في نمبر 2 بيقول لي you must buy your aunt some flowers. mom said. هنحولها طبعا من direct to indirect، هنقول له mom told me، told me okay. وبعد كده طبعا بنربط بذات ونفك الأقواس، واليو تتحول إلى I عشان me، وهنا طبعا must okay هتتحول إلى had to، هاد ايه تو، واكمل اهو باي ماي اونت سام فلاورز، سام ايه فلاورز. بعد ما خلصت الجملة حولها حولتها احط بقى ايه فول ستوب. يس واخد بالي ان هنا ماست بتتحول الى هاد ايه تو. في نمبر 3 بيقول لي ات ووز استيبد اوف يو تو تيرن يور فينجر، قال استخدم بين كيرفول، ودي طبعا اللي هي شود هاف، يبقى يو شود اوكي هاف بعدها بين، والمفروض تحط مين كيرفول، كان لازم تكون ايه حريص، لازم تكون ايه حريص، يو شود هاف بين كيرفول. في نمبر 4
نمبر 4 بيقول لي I bought the motorbike because Pin gave me the money. اوكي يبقى هل استخدم قاعدة if، يبقى نقول له هنا if، ودي لازم تيجي في البين في الثيرد كونديشنال سنتنس. يقول لي if ايه بقى؟ if Pin، لو Pin ممكن احطها في الاثبات ممكن احطها في النيجاتيف. اوكي فاقول if Pin hadn't given me the money. yes هنا بقى تقول له هنا ب I wouldn't، بعد wouldn't تحط have، وبعد كده بي بي اللي هو ايه بوت the motorbike، the ايه motorbike. ودي قاعدة اف طبعا الحالة التالتة. الحالة ايه التالتة؟ اللي هي الثيرد كونديشن سنتنس، اللي هو اول حاجة طبعا بتعملها اللي بتجيب هنا هاد بلس البي بي يس، وهنا طبعا وود هاف بلس البي بي يس. السؤال اللي بعد كده هو نمبر 5. فنمبر 5 هنا بيقول لي ماي كمبيوتر از تو سلو، فهنا قال استخدم اف اونلي، ودي طبعا امنية، فنقول له اف اونلي، وبعد كده الأمنية هنا طبعا my computer. هل هي الأمنية هنا في ال present ولا ال past؟ لو هي كانت في ال present لازم تجيبها past، يبقى هنا ايه wasn't slow. بعد اقول لي طب يا مستر ينفع اقول ما اف قول لي my computer was بدل wasn't؟ اقول له اه، بس تجيب العكس من slow اللي هو fast. يعني انت كده بتتمنى لو كان الكمبيوتر بتاعك ايه fast. الجزء اللي بعد كده طبعا قطع زي ما قلت لكم، بعد كده الباراجراف اهو، وبعد الباراجراف هنا ايه ما ننساش طبعا ايه النوفل بتاعتنا، وبعد النوفل اخش بقى على البويتري، وبعد كده طبعا ايه الجزء بتاعنا اللي هو ايه موديل اكزام 3. يقول لي هنا ايه اول سؤال supply the missing part in the following dialogue. number 1 بين حسام عند رامي، بيقول له هالو رامي are you ready for the match، مستعد الماتش؟ قال له نو. اوكي ما دام قال له هنا نو ممكن تقول له طبعا نو ام سوري، نو ام ايه ام سوري يعني انا اسف. وقت تاني يقول له طب ينفع اقول له ايه نو ام نوت ريدي، اه تمام يعني انا مش مستعد. قال له يو لوك لايك يو هاف جود سمثينج اون يور مايند، يعني في حاجه كده شغله بالك. رام قال له ان فاكت في الواقع او في الحقيقه، قال له حاجه، قال له يور داد از ان هوسبيتال، يبقى الاجابه هنا اهو اهو، قال له يور داد از ان هوسبيتال، يبقى اكيد هنا قال له ان فاكت ايه، قال له ماي داد، ماي داد از ان هوسبيتال يعني في المستشفى. اوكي بعد كده قال له هاو باد يعني طبعا بيتعاطف معاه واي، قال له I hope he gets better soon a broken leg isn't a serious health problem، يعني اللي حصل بقى هنا ايه الإجابة عندك اهو اللي هي ايه a broken leg isn't serious health problem يعني مش مشكلة يعني ايه كبيرة. فطبعا هنا طبعا هتقول له ايه، هيقول له his leg اوكي از بروكن، از ايه بروكن يس. بعد كده طبعا قال له بات حاجه، قال له دون وري هي ويل بي اب اند اباوت سون، يعني هيرجع ايه بسرعه يس. ممكن طبعا ممكن يقول له انا بات هي ممكن نقول له can't walk مثلا on it، يعني مش قادر يمشي عليها، أو but it's serious، يعني ممكن نقول له هنا ايه but I think مثلا it's serious يعني صائص يعني خطيرة. اوكي قال له ما تقلقش ده هو ممكن يرجع بسرعة وهيمشي عليها.
قال له will you، قال له okay I'll tell the coach but I'm sorry you can't play the match. فطبعا هنا لما يقول له ايه ممكن لو سمحت تقول للكوتش، يبقى will you tell the coach. اوكي اه will you tell the coach، قال له اوكي I'll tell the coach. سألني بعد كده طبعا هو اللي تشوز question number 2. تعال نشوف مع بعضنا كده، بيقول له did you remember، did you remember happy birthday or did you forget. طبعا هنا هناخد ايه، هناخد هنا yes to say، عشان طبعا remember هنا بيجي بعدها to plus mean infinitive. question number 2 do you know if a teacher yes طبعا هنا ايه، يبقى تاخد هنا طبعا he is if he is a teacher. for number 3 بيقول فرانسيس، فرانسيس to take any money for the book yes طبعا هنا عايز يقول ان هو رفض ياخد فلوس، يبقى هنا refused، refused to take any money، رفض ياخد اي اموال للكتاب. في نمبر 4 بيقول if I ill I would have gone، ودي قاعدة ايه في الحالة الكام دي يا ولاد، الحالة الثيرد conditional sentence، او حاجة على طول هتروح الى ايه had been اللي هو past perfect. في نمبر 5 بيقول I love Italy you get great ice cream. اوكي يعني هنا ايه بيحب ايطالي يس، ده المكان اللي انت ممكن يعني بتشتري منه ايس كريم كويسة اوي، فطبعا هنا هتاخد وير، وير هنا ايه للمكان. في question number 6 بيقول لي girls usually spend more money on clothes than boys. اوكي اللي هو عايز ايه بقى، ارتكل ولا نو ارتكل؟ طبعا هنا نو ارتكل على طول، الكلام ده لسه شارحينه طبعا في الفيديو اللي فات، اللي هي ايه اللي هي ايه البنات هنا جامعة على طول هتاخد ايه girls، girls حتى هنا برضو قال لك boys ما قالكش the boys. my sister loves football she talks on and about it all the time يعني بيتكلم فيه كتير قوي يعني، يبقى هنا on and on on and ايه on، وده برضه لسه شارحينه في الفيديو اللي فات. في نمبر 8 well, I went back to my primary school after 10 years and it felt really to be there again يعني حاجة غريبة طبعا ان هو يرجع مرة اخرى هناك، يبقى طبعا هناخد strange، هناخد ايه strange. في نمبر 9 the hairstyle in which the hair is tied up high at the back of the head and hangs down as on a horse زي الهورس بالظبط يعني. اوكي وده اسمه ايه بقى، ايه طبعا اسمها بونيتيل، بونيتيل يعني حاجة زي يعني كده زي للحصان، زي الايه الحصان حاجة بتعملها كده البنت في شعرها يعني. في نمبر 10 بيقول له نو ثانكس اي ام ريد ميت فور وايل، طبعا هنا هتاخد ايه اوف، ام ريد اوف اوكي او ام اوف ريد ميت. السؤال اللي بعد كده هنا طبعا اللي هو ايه اللي هو رايت نمبر 1 بيقول لي it's the first time for him to speak in public قال استخدم he isn't used to. طيب الكلام ده انا لسه شرحه دلوقتي يعني في الفيديو اللي فات، يبقى he isn't used to ما دام في ام ويز و ار اللي هو فيرب تو بي قدام used to لازم تجيب فيرب بلس ان جي، يبقى he isn't used to speaking in public in a public يعني مش معتاد على ان هو التحدث قدام الناس يعني. في نمبر 2 نمبر 2 هنا بيقول لي I can't tolerate this heat anymore قال استخدم بوتاب، طبعا عشان ما نضيعش وقتنا ونكتب كتير انت كل اللي هتعمله هتشيل توريت ويحط مكانها ايه بوتاب بوتي اب، يبقى I can't put up this heat anymore يعني ما اقدرش يتحمل يعني الحرارة دي كتير. في نمبر 3 بيقول I pause the newspaper on my way to work قال استخدم stopped
يبقى طبعا هنا قال له I stopped. واخد بالي هنا طبعا من stopped. stopped هنا لو هيجي بعديها verb plus ing يبقى هنا توقف عن فعل الشيء نهائيا، لكن لو هو توقف عشان يشتري حاجة في طريقه هيقول I stopped to buy. I stopped ايه to buy، ودي اللي هنقولها دلوقتي اهو. I stopped to buy the newspaper. paper يعني توقفت عشان اشتري الجريدة. on my way to work. on my way way to work يعني في طريق الى ايه العمل. question number 4 يقول I'm going for a run it's raining. هل استخدم even so even ايه so، يبقى تقول له طبعا I'm going for a run even so it's raining. يعني احط ايه even so في النص وخلاص. في number 5 if he doesn't reduce the speed، لو هو طبعا ما قللش السرعة he will have an accident. طب هنا slow هنا طبعا تساوي هنا reduce يقلل. yes يبقى طبعا هنا اقول ايه بقى if he doesn't slow down the speed، يعني انا احط معايا هنا ايه down slow down يعني هد السرعة the speed he will have an accident يعني ايه هيحصل له حادثة. بعد ما اخلص القطعة بتاعتي زي ما علمتكم هيجي لنا طبعا باراجراف اهو، وبعد كده ايه اللي هي النوفل بتاعتنا، وبعد كده طبعا اللي هي ايه البويم اهي القصيدة بويتري. بعد ما اقراها قال لي طبعا يعمل لي ايه بارافريز اباف لاينز، يعمل بارافريز. وبعد كده السؤال بعد كده بيقول له وات از ذا رايم سكيم، ايه هو الرايم سكيم هنا. طبعا انا علمتكم كله وعامل لكم فيديو ايه خاص بين بالشعر. يس وايه نحلهم عادي. بعد كده طبعا اللي هو ايه المودل اكزام 4 نشوفها بعدين كده. بيقول supply the missing parts اهو. بيقول I like your new mobile it's كذا، راح مهنا قالت لها طبعا really and it's expensive too. فطبعا هنا تقول لها it's ممكن تقول لها it's wonderful wonderful يعني رائع. راحت قالت really يعني حقا، قالت لها and it's expensive too يعني رخيص. سألت لها how much وسألتها سؤال قالت لها حاجة، فسألت لها ايه that's a wonderful price يعني سعر رائع جدا only 50 pounds. طبعا احنا كده عرفنا السؤال اهو how much is it okay يعني تمنه كام، او ممكن تقول طبعا how much does سؤال بطريقة تانية طبعا does it cost يعني تكلفته كام. اوكي طبعا هنا الإجابة على طول تحتها قالت لها إيه ذاتس أ وندرفول برايس يعني سعر رائع جدا قولي 50 باوندز، يبقى أكيد طبعا هتقول له إيه هتقول لها إتس أونلي 50 باوندز 50 باوندز. أوكي وقالت لها حاجة سؤال قالت لها فروم أ نيو شوب يعني انا اشتريته من محل طبعا جديد، يبقى تقول لها هنا ايه where did you buy it يعني اشتريت منين. بعد كده هنا طبعا هتلاقي ايه حاجة all the latest models، هتلاقي no it only sells second hand ones يعني ايه هنا بقى. لا هل المحل ده طبعا بيبيع اللي هي الليتست مودلز يعني احدث الموبايلات يعني، يبقى هنا does ايه بقى ذات نيو شوب مثلا sell اهو الانفينيتيف، هل المحل ده بيبيع احدث موبايلات. اوكي قلت لها لا طبعا ده بيبيع ايه second hand ones. ده بالنسبة ليه الكونفرسيشن المحادثة. هنشوف مع بعضنا كده ايه السؤال بتاع اللي تشوز نمبر 1 بيقول my computer is too slow I wish I a faster one.
طبعا هنا بيقول اتمنى لو كان عندي واحد اسرع، فهتاخد هنا طبعا الوش في البست، هنا وش فين في البست. السؤال اللي بعد كده هنا في نمبر 2 بيقول sorry I'm late I stopped a coffee. يعني انا ايه بقى؟ متأسف جدا هو اتأخر وهو توقف عشان يشرب ايه قهوة. يعني طبعا هنا هتاخد ايه هنا to have a coffee، to have ايه a coffee. yes ما ينفعش هنا تاخد drink، لازم تجيب طبعا to plus infinitive لان هو تناول ايه توقف لتناول مشروب. يعني في نمبر 3 بيقول you have just eaten you be hungry already، انت لسه واكل فطبعا اكيد انت مش جعان، يبقى هنا can't. في نمبر 4 بيقول جين مارتن تو جو اوت، جين طبعا عرضت على مارتن ان هو يطلع معاها، يبقى هنا told، يبقى هنا هي told مارتن. في نمبر 5 I angry with Jane because it wasn't her fault. هنا بيقول ان انا ما كانش عليا ان انا ايه ازعل مع جين، يعني ما كانش خطاي، يبقى shouldn't have been، shouldn't have ايه been تعبير عن الندم، يعني تعبير عن ايه الندم. في نمبر 6 بس طبعا في الباست سمبل، في الباست يعني في نمبر 6 بيقول this is a great meal and it doesn't need a lot of، يعني وجبة عظيمة جدا ومش محتاجة ايه بقى تجهيزات كتيرة بقى، اللي هي ايه تجهيزات اللي هي preparation. في نمبر 7 بيقول I have lots of friends that I out with، عندي طبعا أصدقاء كتير جدا اللي أنا إيه بطلع معاهم يعني، فهتاخد هنا إيه يس طبعا تاخد هانج، هانج أوت ويز. في نمبر 8 بيقول unfortunately أبو تريكا will have two the next match، يعني هنا طبعا لسوء الحظ إن أبو تريكا مش هيلعب الماتش الجاي يعني، فهتاخد طبعا سيت أوت، سيت إيه أوت يعني مش هيشارك. في نمبر 9 بيقول what kind of things do your parents get across you for، اللي هي ايه بقى get across you for، يعني ينتقدوا عليها، يعني ايه الحاجات اللي ايه والديك بينتقدوك عليها يعني criticize يعني. في نمبر 10 بيقول he never needs any help he's very، وما بيحتاجش اي مساعدات، يبقى شخص ايه بقى هنا independent، ان ايه dependent يعني مستقل. questions اللي بعد كده طبعا هو ال right، تعال نشوف مع بعضنا كده ال right بيقول ايه. surely it wasn't my brother that you saw I haven't got one، بيقول ده بالتأكيد ان ده مش اخويا اللي انت شفته لان انا ما عنديش اخ. يعني طبعا هيقول له ايه هنا طبعا هنا هيقول له you can't، اللي استخدمه كانت، يبقى نبدأ هنا بيو كانت. احنا قلنا كانت طبعا من المودلز اللي بيجي بعدها فيرب بلس ايه اللي هو الانفينيتيف يعني، يبقى اقول له هنا يو كانت هاف سين ماي براذر، ماي ايه براذر، استحالة تكون انت شفت اخويا بيكوز اي هافنت وان، because ايه because I haven't one، يعني انا ايه ما شفتش، ما عنديش حد، ما عنديش اخوات. yes بعد كده number 2 بيقول لي في number 2 جون explained he had to get up early to catch the train، قال لي استخدم جون said طبعا لازم انت ترجعها تاني لان ايه اللي هي الدايركت had to دي تتحول الى must، يبقى هتقولي بقى جون سيد اوكي اهي جون سيد، وطبعا هنا تفتح القوسين بتوعك اهو تحط اي وتجيب بقى هات تو ترجعها تاني تبقى ماست وتكمل جيت اب ايرلي يس تو كاتش the train the train اوكي وتيجي في القسم بتاعه، يبقى انا رجعتها كده ايه لي دايركت. في
Number three, I didn't go to see the film because I had seen it before. I'll استخدم if. Okay. يبقى تقول هنا if الحالة الكام هنا third conditional. يبقى if I hadn't seen the film before. لو انا ما شفتش الفيلم قبل كده هنا بقى تحط ايه هنا؟ تقول I would. اوكي بعد كده بتحط هنا ايه have yeah. وتحط بقى التصريف التالت gone. يبقى I would have gone okay to see it. to see ايه it كنت هروح طبعا اتفرج عليه اشوف. questions اللي بعد كده number four. number four بيقول I have too much homework tonight. هل استخدم wish؟ يبقى تقول له I wish I okay. وطبعا هنا هتجيبها ايه هنا بقى didn't have okay much work tonight much home work tonight كانش عنده واجب كتير الليلة. في question number five will Katie work in a cafe. The cafe sells Italian food. طبعا هتقول طبعا كاتي works in a cafe. بعد كده هنا بتحط which اهو وتكمل بقى which sells Italian food. لان هي استخدمت which هنا رغم ان هو بيتكلم عن الكافيه مكان لان هنا طبعا ايه يعتبر بيوصف يعني بيوصف ايه المكان. بعد ما تخلص طبعا القطعة بتاعتك اهو هيجي لنا طبعا برضو الباراجراف اهو بعد كده القصة بتاعتنا النوبل واخر حاجة بقى ايه الشعر اهو القصيدة بتاعتنا بيقول لنا ايه بارافريز برضه اهو وطلع بعد كده الرايم سكيم. يس موديل اكزام 5 بيتكلم على ايه؟ تعال نشوف مع بعضينا كده. اول حاجة السؤال ها سبلاي ذا ميسنج بارتس. اول حاجة بين ماذر وبين عمر بتقول له وات؟ قال لها طبعا I'd like to buy a new pair of jeans. يبقى هنا طبعا قال لها عمر ان انا عايز اشتري بنطلون. يبقى اكيد طبعا قالت له عايز الفلوس في ايه يعني او ليه يعني. يبقى what do you want the money for. the money ايه for يعني انت عايز الفلوس ليه. اوكي قال لها I'd like to buy a new pair of jeans. انا عايز اشتري ايه بنطلون. قالت له no I can't give you any money at the moment. مش هقدر اديك فلوس في الوقت ده. yes اكيد طبعا هيسألها يقول لها why why can't you give me. ليه مش هتقدر تديني. mother هتقول له حاجة قال لها but the exam was too difficult and I did my best. يبقى طبعا هنا مامته هتقول له because ممكن you did bad او you didn't okay didn't well in the exam in the ايه in the exam يعني ما اديتش كويس في الامتحان او جبت درجات مش كويسة. قال لها لا ده الامتحان كان صعب and I did my best يعني بذلت قصارى جهدي. فمامته هتقول له طبعا if you قال لها okay mom I will do my best. يبقى طبعا يعني مامته هتقول له if you did well لو انت هتأدي كويس في الامتحان in the next exam in the next exam I would give you the money give you ايه the money. yes قال لها اوكي مام I will do my best يعني هبذل قصارى جهدي. خلي دي دو هنا على اساس ان هو لسه هيأدي وهنا ود تبقى ويل اهو. اوكي يبقى if you do well in the exam او the next exam I will give you the money او
Mom, I will do my best to the next exam. طبعا هنقول ايه؟ To do well. To do ايه؟ Well in the next exam. Yes. ده طبعا ايه بالنسبة للدايلوج. تعال نشوف مع بعضنا السؤال اللي بعد كده، هو طبعا الايه المحادثة، السؤال اللي هو ايه اللي تشوز نمبر 1. بيقول لي ايه هنا كده؟ Well, we went to the police and said we saw there might be something going on the house next to us. طبعا هنا عشان نقول للبوليس يعني، فتختاري هنا بقى يعني عشان تروح طبعا للبوليس اكيد في حاجة ايه غير قانونية اتعملت يعني. اوكي، يبقى طبعا هنا ايه illegal. illegal يعني حاجة غير ايه قانونية. yes. في نمبر 2 بيقول لي more young people are going to university so the number of students is on the up and yes يعني في تزايد، فهنا تاخد طبعا ايه up on the up and up. في نمبر 3 بيقول I feel very I'm hot and sleepy يعني شاعر بحاجة غريبة كده لأن ايه إن هو ايه حران وسليبي نايم. yes يبقى feel strange very ايه strange. في نمبر 4 بيقول لي I waited for long and I was getting a little yes انتظر كتير وبعد كده ايه بقى شعر بالimpatient. impatient عدم ايه الصبر يعني I was getting a little impatient. number 5 this is so complicated يعني حاجة معقدة جدا I don't think we can it out. طبعا sort it out sort it out. في number 6 knowing a lot about computers she couldn't solve the problem بالرغم طبعا يعني ان هي او هو بيعرف حاجات كتير عن الكمبيوتر هي ما قدرتش تحل المشكلة. طبعا despite بيجي بعدها verb plus ing على طول عشان هنا ايه knowing يبقى despite. بعد كده number 7 well I don't know what يعني ما اعرفش هعمل ايه. اوكي لازم على طول تجيب اللي هي الفعل. اوكي في الاسئله دي لازم تجيب الفعل ايه على طول اللي هي we can do we can ايه do يبقى I don't know what we can do. في number 8 Jane left without saying a word she been very angry اكيد طبعا هي غضبانه جدا فهتاخد must have must have been angry. number 9 I'm so full if only I so much يعني هو زعل يعني بيندم ان هو اكل كتير. اوكي يبقى طبعا هنا ايه yes hadn't eaten لان هنا في امنيه يعني wish if only I wish. Colin Campbell wrote Lady in White is a very good writer. طبعا هنا ده بيتكلم عن كاتب والكاتب عاقل فتستخدم هنا هو. واحد يقول طب يا مستر هنا عنده هو عند ذات، لا هنا انت هتختار هو طبعا افضل. قلت له هو موجودة خلاص. في نمبر السؤال اللي بعد كده طبعا الكويستشن نمبر 3 اللي هو الرايت بيقول I have to share a room with my brother because our house isn't big. اللي استخدم قاعدة F استخدم قاعدة F. طبعا هنا نستخدم قاعدة F في الحالة ايه التانية يبقى نقول طبعا F we had a bigger house لو كان عندنا بيت كبير. اوكي طبعا هنا هتقولي I wouldn't طبعا wouldn't share I wouldn't share a room with my brother with my brother ما كنتش هشارك حجرتي مع أخي. السؤال بعد كده number 2 you are starving because you didn't eat your breakfast. استخدم should استخدمي should
طبعا هنا انت بتموت من الجوع لان انت ما اكلتش، بقى تقول لي هنا يو شود هاف يو، بعد كده بحط شود، وبعد شود احط هاف، واجيب التصريف التالت ايتن، يبقى يو شود هاف ايتن يور بريكفاست. يور ايه؟ بريكفاست، كان لازم تاكل الفطار بتاعك. فنمبر 3 بيقول لي I'm really sorry that I forgot about your birthday. هل استخدم كاسي apologized؟ يبقى نقول كاسي apologized يعني اعتذرت. فور، وبعد فور لازم طبعا تجيب فيرب بلس ان جي اللي هي فور جيتينج، يعني ايه؟ ان هي نسيت about my birthday، my ايه؟ birthday. question number 4 it is Sunday I'm sure he is at home. I'll استخدم must. okay must، يبقى طبعا هتقول هي عشان هي present لازم تحط must والفعل في المصدر be، يبقى he must be at home. at ايه؟ home، يعني اكيد هو في البيت. بقى كده اللي هي ايه number 5 Joe speaks 6 languages. هل استخدم هو؟ يبقى طبعا هتقول ايه هنا؟ جو هو lives yes next door، next ايه؟ door. جون اللي بيعيش جنب بيتنا. اوكي هتقول له طبعا ايه؟ speaks 6 language، speaks a 6 language يعني بيتكلم كام؟ 6 لغات. ده طبعا بالنسبة لي right. الجزء اللي بعد كده طبعا احنا ايه عارفين كل الحاجات اللي هتجيلنا بعد كده. تعال نشوف موديل exam 6. في موديل exam 6 هنا اول سؤال طبعا هو supply question number 1 بيقول لي زياد سأل سؤال did، قال له ايه؟ yeah I used to have lots of friends. ده بابا اللي بيسأله كده بيقول له يعني انت هل انت كنت معتاد ان يكون عندك اصدقاء؟ يبقى did you yes you use to have friends، يعني هل انت كنت معتاد ان يكون عندك اصدقاء او معتاد؟ قال له اه يه I used to have lots of friends. قال استخدم what؟ سأل what بقى؟ سأل سؤال قال we used to go out together and play football at the weekends. أيوة بقى هنا what؟ برضو السؤال هنا على used to، يبقى what did you use to do؟ كنتوا معتادين تعملوا ايه؟ قال له نلعب ونيه نطلع في الأجازات. قال له I have a little problem making friends dad، أنا عندي مشكلة في تكوين الأصدقاء يا أبي. فذا قال له don't you، قال له no I don't have any friends at school. فبيقول له هنا طبعا ايه don't you have friends at school، طب انت ما عندكش أي أصدقاء في المدرسة. اوكي قال له لأ ما عنديش، I don't have any friends at school. قال له how، قال له I always feel left out. يبقى هنا طبعا هيقول له ممكن how do you feel، how do you feel، how do you feel، طب بتشعر بإيه؟ بعد كده قال له you mustn't feel like that، ما تشعرش كده خالص، try to make new friends، كون أصدقاء. وبعد كده هنا قال له how، قال له make sure you aren't fussy or bad tempered with your classmates. اوكي هيقول له طبعا how can I make friends، make ايه؟ friends، ازاي اكون ايه اصدقائي. قال له تأكد بقى
ان هم مش بيت تمبرد، يعني طبعهم وحش يعني، وطبعك انت ايه مش كويس معاهم، يعني لازم تكون كويس معاهم، يعني تعملهم ايه كويس. السؤال بعد كده هنا طبعا اللي تشوز في نمبر 1 بيقول I decided to travel by train. It was more expensive than the bus. طبعا هنا هتستخدم ايه بالرغم من، يبقى هنا ايه even though، even ايه though. بعد كده النمبر 2 بيقول I saw them 10 minutes ago so they be around. طبعا اكيد هنا must be around. فنمبر 3 بيقول he to drive us home، يعني هنا ايه بقى هتستخدم offered. offered هنا يعني عرض عليا ان هو يوصلنا المدرسة او البيت، us home. فنمبر 4 بيقول we should have left before it dark. طبعا before it ايه بقى yes it got، لازم تيجي past. في question number 5 بيقول she is in Paris she is studying medicine. طبعا هنا مكان فهتختار هنا ايه where yes. في question number 6 بيقول taking goods from a shop without paying for them is، ان انت طبعا تاخد بضايع من محل بدون ان انت تدفع لهم، ودي حاجة اسمها ايه بقى شوب ليفتنج. شوب ايه ليفتنج. نمبر 7 يقول هي ذا جاب داون because the money wasn't very good، يعني هو رفض طبعا ايه الوظيفة لان هو ايه بقى الاموال ما كانتش كويسة، يبقى هنا turn it. لما اقول turn it down يعني رفض. نمبر 8 بيقول around the bombs to explode، يعني على الانفجار يبقى about to explode، هتنفجر خلاص القنبلة. في نمبر 9 a polite word for fat is، كلمة طبعا بطريقة مهذبة عن اللي هو fat، دي معناها ايه بقى معناها yes plump، معناها ايه plump. في نمبر 10 my dad with me I took his car without asking. طبعا بابا غضبان مني جدا لان انا خدت العربية بتاعته بدون اي ايه يعني مسألة، يبقى furious. furious هنا يعني متعصب عليا. بعد كده question بعد كده right بيقول don't worry we will all commit mistakes I'll استخدم make. طبعا انت كل اللي هتعمله هنا هتشيل commit، commit هنا commit، commit a mistake يبقى هنا وتحطه مكانها make، يبقى don't worry we all make mistake. questions اللي بعد كده بيقول they have lots of money they aren't happy. طبعا نستخدم in spite of، in spite of okay. يبقى تقول they aren't happy اللي هي number 2. تقول they aren't happy okay in spite of، ولازم in spite of يجي بعدها verb plus ing، يبقى have هتبقى تحط لها having ing having lots of money lots of money okay. وتكمل اهو. في question number 3 I don't remember that I have bought this CD. I'll استخدم buying okay. استخدم ايه buying. يبقى طبعا هتقول له ايه I don't remember buying this CD. ما فيش أي مشاكل خالص. بعد remember تحط buying على طول. في number 4 I'm not accustomed to walking so far. أنا استخدم used to. استخدم إيه؟ used to. Yes. طب أنا 5 في 4 هتقول له إيه؟ يبقى I am. Yes. Not. I am not used to. لازم تجيب بعدهم ايه بقى؟ لا طبعا غلط، ما نجيبش بعدهم infinitive، لازم نجيب بعدهم ايه verb plus ing. يبقى I'm not used to walking so far walking. واكمل so far لغاية الاخر. بعد كده number 5 بيقول لي بقى ايه he didn't say the truth، هو ما بيقولش الحقيقة. قال استخدم if only، يبقى هنا if only
Okay, he had said the truth. يعني أتمنى لو هو قال إيه الحقيقة. Yes. فعشان هنا ال past simple didn't أنا جبتها هنا في ال past perfect اللي هي had plus إيه BP. تخلص طبعا الامتحان بتاعك أهو. وآخر حاجة طبعا أهو نوصل لها هنا، نيجي عند إيه exam 7. يقول لي هنا بقى أول سؤال في السبلاي: Can you pick me son up from the school today please؟ يعني ممكن تجيبي لي ابني معاك من المدرسة؟ هترد عليها طبعا، هتقول لها شور. شور يعني ايه؟ بالتأكيد. How does he look like؟ يعني ممكن توصفه لي؟ هتلاقي ايه بقى؟ He looks like me، يعني شبه بالظبط. But he has got curly brown hair، لكن هو شعره طبعا بني وكيرلي. سألتها سؤال هتلاقي is he؟ هتلاقي no he is medium height. يبقى is he بقى is he short is he مثلا tall okay هل هو طويل؟ هتلاقي لا هو متوسط الطول no he is medium height. هتلاقي then he must be well built like you are، يعني هو البنية بتاعته كويسة زيك بالظبط. قالت لا no he is حاجة، طبعا هي ردت عليها هتلاقي slim، يبقى he is طبعا slim. Yes, and you say he looks like you. انت بتقولي شبهك. هتلاقي yes. تري yes. هتلاقي yes. وهتلاقي he's got a very special feature. يعني عنده ملامح خاصة. يبقى he say do. هنا he say ايه do. اهو. سألت سألت لها what؟ قالت لها he's got a mole on his nose. اوكي يبقى what does he have؟ he have يعني هو عنده ايه مثلا يعني. يس. السؤال اللي بعد كده هو اللي تشوز. قلت له I can't afford the new city this month، يعني مش هتقدر تتحمل نفقات ان هي تشتري السي دي ده هي هذا الشهر. فطبعا هتستخدم هنا ايه يس. طبعا هنا تلاقي to buy to ايه buy. في question number 2 بيقول لي if I buy the beach I would go surfing every day. طبعا هنا ايه قاعدة if، هنا would وده infinitive، يبقى هنا left القاعدة الحالة التانية. If only I afford to buy a new TV. Yes. طبعا هنا هتستخدم ايه؟ هتستخدم could. could هنا ايه؟ الأمنية برضه في المستقبل. في number 4 I don't understand why say such a thing. Why؟ yeah. طبعا هنا ايه بقى؟ هتبقى ايه؟ he would. تجيب الفعل الأول بعد كده ايه would. في number 5 the doctor me to stay in bed، يعني الدكتور هنا نصحني ان انا او قال لي اقعدي في السرير، يبقى told me to stay هي الأفضل طبعا. في number 6 بيقول يوجا is a great form of، شكل او من ايه او نوع من ايه حاجة اسمها طبعا relaxation اللي هو الاستجمام او الراحة. في نمبر 7 بيقول لي هنا many teenagers like to hang with their friends in shopping center، يعني بيحب يطلع هنا، فنختار هنا طبعا out hang out بيفضل يطلع يروح المولات يعني والتسوق يعني. في نمبر 8 بيقول لي my little brother always into trouble with me my parents، يعني بيخش بمشاكل انا، يبقى getting into. getting ايه into. في نمبر 9 Nobody saw us. I think we have got with it. Yeah. طبعا هنختار هنا، هنختار هنا way. We have got a way. في number 10 when I have a problem my friends are very، لما بكون في مشكلة أصدقائي بيكونوا ايه؟ بيكونوا هنا ايه sympathetic، يعني sympathetic يعني متعاطفين معايا.
السؤال اللي بعد كده هو طبعا ال rewrite number one قايل لي I don't have enough money to buy a new mobile. قال لي استخدم I wish الأمنية في البريزنت، يبقى تقول له هنا ايه I wish I had I wish I had okay enough money enough money to buy a new mobile لغاية الآخر. في number two بيقول you can't come in because you are under 18، مش هتقدر تدخل لأنك ايه تحت ايه سن 18 سنة. يبقى يقول هنا if I wasn't yeah under 18 لما كنتش تحت 18 سنة، هنا طبعا كان هيقول لي I would أو I could، يبقى I could come in come in واقفل ايه الجملة بتاعتي. السؤال بعد كده نمبر 3 بيقول له you left the towel by the pool that was wrong. قال استخدم shouldn't، ويقول له هنا you shouldn't have left، كان لا يجب عليك ان انت تترك ايه التول، يبقى you shouldn't have left the towel yes by the pool that was wrong. في number 4 please please lend me your DVD player. قال استخدم pit picked، يبقى pit picked me، يبقى تقول له هنا pit pegged me يعني توسل إلي to lend him my DVD my A DVD player. Okay تعال نشوف number 5 I'm sure you didn't paint the house yourself. انا متاكد ان انت طبعا ما طلتش البيت بنفسك يعني، يبقى نستخدم كانت، يبقى يو كانت اخر حاجه يو كانت هاف يس بينتد واكمل بقى ذا هاوس يور سيلف. انا ليه حطيت هنا طبعا كانت وهاف والبي بي؟ عشان هي الجمله اساسا في الباست بديدنت، فبجيب طبعا الموديل والموديل بيجي بعدها هاف وبعد كده بجيب البي بي اللي هي بنت ده. طبعا الكلام ده كله مش هنحكي فيه لان احنا عندنا ايه الكلام ده كله احنا بالنسبة للقصة النوفل احنا عاملين لها ايه فيديو شارحين فيه الكلام ده كله، وكل الأسئلة دي محلولة فيه اللي هي في الإكزامز دي، والسؤال طبعا بتاع البويتري أنا برضه عامله فين في ال عامل فيديو برضه مخصوص لي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده أو الإكزام اللي بعد كده في نمبر 8. في نمبر 8 هنا بيقول لي إيه بقى supply the missing parts in the following dialogue. أول سؤال قال له حاجة قال له no sorry I can't. سأله سؤال قال له I don't feel like watching any movies يعني ما عنديش إحساس إن أنا أتفرج على أي أفلام خالص، يبقى يقول له هنا إيه could you come أو could you أو will you go to the cinema with us أو will you go the cinema with us وزي اس هتيجي معانا السينما. في واحد تاني يقول له ممكن استخدمها طبعا ايه suggestions اقتراح يعني what about going to the cinema. قال له no sorry I can't. طبعا لما قال له no sorry I can't هيسأله انا طبعا هيقول له why ليه. قال له I don't feel like watching any movies يعني ما عنديش اي رغبة ان انا اتفرج على افلام خالص. سأله سؤال هنا قال له yeah I feel a little strange these days. اوكي هيقول له طبعا ايه يعني
do you feel a little strange these days? Yeah. These days الله yeah I feel a little strange these days. Why is that؟ قال له ليه يعني؟ الله I don't feel very لا أشعر بك حاجة يعني. قال له sure you will pass the exam. يبقى هنا يقول له I don't feel very مش هيبقى متأكد إن هو يعني هيعدي الامتحان يعني sure that I will that I will pass the exam إن أنا هنجح في إيه في الامتحان. أوكي راح قال له حاجة، قال له لا أنت إن شاء الله بإذن الله هتنجح في الامتحان. you are brilliant. brilliant هنا يعني الراجل ذكي يعني. قال له but I feel the need أشعر بالحاجة. أوكي قال له come on this is the weekend we should have fun يعني but I feel the need to study مثلا to study hard أنا حاسس إن أنا في حاجة إن أنا لازم أذاكر كويس يعني. بعد كده بيجي لنا طبعا سؤال اللي تشوز أهو نركز فيه. أول حاجة number one بيقول لي I promise you as soon as I know. طبعا هنا هتاخد to till to a till لأن promise يجي بعدها to plus infinitive. بعد كده number two بيقول لي if only I wasn't so tired I play the game ما كنتش تعبان بس يبقى كنت هلعب الجيم. طبعا احنا هتاخد ايه would هتاخد ايه would. فنمبر 3 بيقول لي she half enjoyed the film she left after 20 minutes طبعا هي ما استمتعتش بالفيلم لان هي غادرت بعد 20 دقيقة بالظبط. فتستخدم can't هنا can't have enjoyed can't have enjoyed. في نمبر 4 بيقول لي this is the person car was stolen طبعا دي هنا لازم تجيب ملكية هنا was لان ده الشخص اللي عربيته ايه اتسرقت. في نمبر 5 بيقول لي Charlotte plays flute كل الآلات الموسيقية هنا بتاخد ايه الارتكل ذا the flute the piano the triangle the keyboard. نمبر 6 بيقول لي she used to عندك used to لازم يجي بعدها infinitive على طول هنا يبقى she used to send. في نمبر 7 بيقول لي as work which criminals are ordered to do instead of going to prison حاجة طبعا لازم يعملوها السجناء بدل ما يخش السجن هنا ودي بيسموها ايه هنا بيسموها ال community service community ايه service زي كده الخدمة العسكرية يعني. طبعا دي بتبقى في دول تانية يعني. everybody thinks there is a theory in the death of Lady Diana كل شخص بيؤمن او بيصدق ان كان في مؤامرة في موت ايه اللي هي الليدي ديانا اللي هي الأميرة ديانا يعني. ودي طبعا حاجة اسمها conspiracy conspiracy يعني ايه يعني مؤامرة conspiracy. في نمبر 9 he is very he didn't give up until he lost his overweight yeah. طبعا هنا هنستخدم ايه هنستخدم هنا determine determined يعني كان عنده اصرار. في نمبر 10 I know my story is but it's true يعني unbelievable unbelievable يعني ما تتصدقش لكن هي حقيقية يعني. السؤال بعد كده هو right I'm sorry you are late but the car stopped suddenly طبعا قال استخدم بروك استخدم ايه بروك انا عايزك طبعا تفهم ان حتة stopped دي هي بتاخد تساوي بروك داون تساوي بروك ايه داون يبقى I'm sorry we are late but the car broke down. السؤال بعد كده بيقول لي she went to see the film she had seen it before قال استخدم despite. اوكي طبعا despite لازم يجي verb plus ing يبقى she went to see the film despite واكمل بقى ايه seeing it before
يعني سبايتي فيرب بلس ساين جي. اللي بعد كده نمبر 3 بيقول I don't have enough money for buying another car اللي استخدم I can't afford، يعني مش يقدر يتحمل نفقة يشتري عربية جديدة، يبقى يقول I can't afford to buy to a buy another car. question number 4 بيقول لي It is my habit to go swimming every weekend. طبعا هتشيل حتة It is my habit ديت اهو to، وهتقول له I used to go swimming every weekend. بعد كده في number 5 will Alex is getting married next year his sister studied with me. هل استخدم هوز، استخدم ايه هوز، يبقى تقول له Alex number 5 اهو Alex who's his sister studied with me is getting married next year ده طبعا سؤال الرايت. بعد ما نخلص الامتحان بتاعنا برضه اهو نروح على exam number 9 سؤال المحادثة supply بين دينا وهبة، بتقول لها هاي هبة I heard you had lots of fun at the party. قالت لها yeah we missed you so much you should، قلت لها طبعا كان لازم تيجي يعني، يبقى you should have come you should have come. المفروض طبعا احنا هنقرا الديالوج كله مره واحده وبعد كده ايه نحل يعني. دينا قالت لها I was shy but I had to go to Alexandria to visit my aunt. فطبعا قالت لها I wish I could مثلا، اتمنى لو انا قدرت لكن كان لازم اروح Alexandria. قالت لها what's wrong with here، كانت المشكلة معاها. فقالت لها هنا ايه nothing bad her daughter was getting married، يعني بنتها اتزوجت. قالت لها really how، قالت لها it was great، يبقى how was the wedding، how was it the wedding، يعني هي بتسألها طبعا الحفل بتاع الزواج كان عامل ايه. قالت لها عظيم we sang and danced، يعني غنينا ورقصنا and had a nice meal و تناولنا وجبة جيدة. قالت لها وش هاي، قالت لها come on your mom wouldn't have allowed you to come with me، يعني هتقول لها ايه بقى I wish I had come with you، يعني اتمنى لو انا كنت ايه جيت معاك يعني. قالت لها لا مامتك مش كانتش هتسمح لك. فهي بقى قالت لها if I she would have agreed، فطبعا هتقول لها if I told here if I told here أو asked here she would have agreed، كانت طبعا ايه هتجاوب يعني كانت ايه كانت هتوافق يعني. يبقى if I had told if I had told here عشان نستخدمها في قاعدة في الحالة الثالثة يعني عشان نبقى مطبقين كل حاجة صحيحة. questions بعد كده طبعا اللي هو ايه اللي تشوز بيقول دانيال از رازر you can never count on him، يعني شخص كده ايه unreliable، انا ايه unreliable يعني غير جدير بالثقة يعني غير موثوق بيه يعني. في number 2 بيقول I don't know why you feel to criticize people at the time، يعني زنيت يعني عنده كده حاجة كده ان هو عنده ايه زي نقص كده بينتقد الناس كلها all the time يعني. will the queen was asked to for the famous painter to paint here a portrait، asked to ايه بقى search for، هنا يعني ابحث عن ولا ايه بقى sit for sit ايه for. for number 4 بيقول do you like to sleep on a hard bed or do you find it too يعني uncomfortable غير مريح، يعني
ممكن هتلاقيه بقى ايه غير مريح. فنمبر 5 he is attractively sound he is طبعا سن هنا بتساوي سليم. فنمبر 6 بيقول لي I must remember the DVD back to the shop today yeah to take remember to plus infinitive. فنمبر 7 بيقول لي if I did the chance I join the competition. يبقى طبعا هناخد دي هنا if I did have if I did have. بعد كده بيقول لي نمبر 8 I am so curious I wish I here before. طبعا هنا I'd ask it هادي asked. فنمبر 9 بيقول لي they wanted to know when he back. طبعا هنا نختار would come would he come. بعد كده بيقول لي we staying up so late we want to go to bed now. طبعا هنستخدم ايه aren't used to ما كناش معتادين على يبقى we aren't used to staying up too late. السؤال اللي بعد كده طبعا هو ايه الرايت بيقول لي miss Norris is going on holiday to Spain her family live there. اللي استخدم where يبقى تقول له Miss Norris is going on holiday to Spain where her family live. طبعا هتشيل هنا هتشيل there. We live the next to a busy road so I was able to sleep with lots of noise. اللي استخدم used to يبقى تقول له هنا بقى ايه قاعدة used to. We used to live next to a busy road وتكمل بقى يعني هنا use the two لازم نجي بعدها infinitive live مش lived. This isn't true you invented this story. طبعا هو اللي استخدم make. طبعا انت هتشيل invented دي وتحط مكانها ايه make up. make up يعني يختلق او يألف يعني يألف قصة. فنمبر 4 it gives me pleasure to relax in a hot bath. اللي استخدم enjoy. enjoy من الحاجات اللي بيجي بعدها verb ing اللي هو ايه ريلاكس بقى اهو. يبقى I enjoy relaxing in a hot bath. فنمبر 5 بيقول لي he is not very tall he plays basketball really well. يبقى هنقول ايه بقى despite not being very tall. يبقى انا جبت الفيرب بلس ing اهو من is اللي هو فيرب to be. يبقى despite not being very tall بالرغم ان هو مش طويل هنحط يعني كوما he plays basketball really well. طبعا هنكتفي بالكلام ده لحد هنا اهو. اتمنى ان احنا نكون غطينا كل المراجعة والحاجات اللي احنا مش فاهمينها. thank you goodbye.